لا يفوتني ان اشيد بمستوى التنسيق بين الكتله الافريقيه في مجلس الامن او ما يعرف بمجموعه الاي 3 وجمهوريه كوريا لا سيما فيما يخص المسائل والقضايا المرتبطه بالسلم والامن والتنميه في القاره الافريقيه كما لا يفوتني ان اشيد بدعم كوريا الجنوبيه وتصويتها لصالح العضويه الكامله لدوله فلسطين بمنظمتنا الامميه وامتدادا لهذا الموقف المشرف فاننا نتطلع لان تقدم جمهوريه كوريا على خطوه الاعتراف بالدوله الفلسطينيه والاسهام في تعزيز الزخم الدولي الذي صنعته الاعترافات مؤخرا